عبر مدير مركز أدمز الإسلامي ورئيس مؤسسة حوار الأديان العالمية في واشنطن الإمام محمد ماجد عن سعادته البالغة لما تضمنه إعلان مملكة البحرين من قيم سلام ومحبة يجب أن تعمم وتدرس لقادة الأديان جميعا، مضيفا أن ما جاء به جلالة الملك المفدى عبر سطور هذه الوثيقة العالمية تخطى حدود التسامح وقبول الآخر المختلف ليصل إلى منهج متكامل من التعايش الإنساني مستمد من الواقع الذي تعيشه المملكة بكل ألوان الطيف المكون لمجتمعها على مدى قرون بعيدة. كما أشار أعضاء مؤسسة حوار الأديان العالمية أن قيم التعايش التي يدعو لها ملك مملكة البحرين تعكس جوهر الديانات الإبراهيمية التي تدعو إلى الإخاء والمحبة والسلام وتساوي البشر على حد واحد من الحقوق والواجبات ونبذ الكراهية والتفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق، حيث تتعاظم أهمية إعلان مملكة البحرين كونه جاء كدعوة صادقة وصريحة من قائد عربي مسلم في وقت يستخدم فيه الاختلاف كوقود لنيران الصراعات حول العالم. جاء ذلك خلال زيارة وفد مركز أدمز الإسلامي ومؤسسة حوار الأديان العالمية للتعرف على وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين ضمن برنامجهم المتنوع من الزيارات واللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذا الإعلان الذي أعلنته البحرين وجلالة الملك قدم هذه المقدمة الجميلة فيه وبرعايته، نعتبره وثيقة يعتز بها أهل الإسلام في أمريكا، لأن نحن أقلية في أمريكا، نريد أن نخبر أهل الأديان الأخرى كيف أن البلد مثل البحرين قامت على هذا الأمر وأسست له من ناحية فكرية وتأصيلية أنه هذا هو المنهاج الذي ينبغي أن يكون في كل بلد من بلاد العالم. زيارة وفد البحرين لواشنطن بقيادة الشيخ خالد خليفة والإخوة الآخرين ومركز حمد للتعايش السلمي أبرز جمال البحرين في التعايش الديني، فنحن رأينا المسيحي ورأينا الهندوسي ورأينا البوذي ورأينا البهائي، كلهم يتحدثون عن البحرين واليهودي عن البحرين بحب شديد ويخبرون كيف أنهم في البحرين يشعرون أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، يشعرون بموضوع المواطنة الكاملة، يشعرون بأن المجتمع البحريني فعلا مجتمع يحب التعايش السلمي وينظر إلى كل أهل الأديان أنهم جزء من النسيج الاجتماعي. فأخبرني القسم مثلا أنه يمشي آمنا وكيف احتفالاتهم القداس المسيحي في أيام أعياد الميلاد، وأخبرني الهندوسي كيف الناس يأتون حتى من بلاد أخرى للبحرين لمشاركتهم أعياد الهندوس وهكذا فأنا فرحت جدا لأننا في أمريكا نؤمن بهذا الأمر إيمانا قاطعا. نحن في أمريكا أنشأنا مؤسسات تقوم على التعايش الديني. هذا الإعلان في تقديري لابد أن يعمم وأن يدرس. أبلغ اختصار لما أؤمن به على المستوى الشخصي تضمنه إعلان مملكة البحرين، لأنه يقدم حلا مثاليا لمشكلة منتشرة على مستوى العالم وهي تصنيف البشر ومعاملتهم بناء على أديانهم. هذا الأمر أصبح تحديا حقيقيا لمفهوم التعايش. إعلان مملكة البحرين يعد قاعدة عالمية صلبة يمكن البناء عليها، لأنه إذا أردت أن تحل مشكلة عليك أن تمتلك ثلاثة أمور، وهي وضع إطار مفاهيمي وهو جوهر الإعلان في الواقع، بالإضافة إلى وجود الأدوات التنفيذية لمساعدتك على العمل بصورة سليمة وصولا إلى تطوير منهج عملي. ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي قد جمع المبادئ والمفاهيم لتحقيق التعايش بين الأديان عن طريق نشر الوعي لدى الناس بأهمية التعايش على المستوى العالمي. والمركز يقوم بعمل مميز لأنه يرتكز في عمله على إعلان مملكة البحرين الجامع، ويسعدنا أن نعمل مع المركز مستقبلا لتطوير الأدوات والمناهج للعمل مع مختلف فئات المجتمع بما فيهم رجال الدين ومنظمات المرأة والشباب لنشر ما تسعى البحرين لتعليمه للعالم بأسره بصورة مبتكرة.
رأيت أن إعلان مملكة البحرين الذي خطه جلالة الملك أمر مثير للإعجاب. أقول هذا بصفتي شخصا ينتمي للمجتمع الكاثوليكي. هذه المبادرات المميزة تساعدنا على قبول الجميع. حسب ما فهمت اليوم خلال اجتماعنا بأن هناك مركزا يعمل بشكل ممنهج لنشر مفاهيم السلام والتعايش والترويج لإعلان مملكة البحرين على مستوى العالم. هذا أمر مميز جدا عندما تجمع قيادات حكيمة وواعية ونخب مجتمعية متقبلة ومنفتحة على الآخر.